أنا من البلد دي، ليا في كل شارع فيها حكاية وناسها، أهلي وحبايبي، أجدع ناس حموا مصر زمان من الاحتلال ودفعوا عن ترابها بأرواحهم وانتصروا. علشان كده سموها المنصورة، عروس الدلتا. وعلى قد ما الماضي كان جميل، اللي بيحصل في المنصورة النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى. المنصورة الجديدة مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان. مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة كاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاج لها هتلاقيها. مناطق سكنية ومساحات خضراء، شقق وفيلات، مشروعات بنية تحتية، ومحطة كهرباء عملاقة، ومحطة لمعالجة المياه، مدارس، مستشفيات، ونوادي، وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر، حاجة ما حصلتش قبل كده. المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة في منطقة الدلتا كلها. وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين وفي زمن قياسي، احنا برضو اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها. ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة. مدينة المنصورة الجديدة مفيش أجمل من كده، وهتبقى أجمل بيكم. المنصورة الجديدة هتنور بيكم.